علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال وش راكم؟ راكم هايلين بهذه الرسومات وكامل إذا أنتم تاني يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا كما الأصدقاء اللي راهم هنا ما عليكم إلا توجهوا إلى موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بالطريقة التالية إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك برك يا أطفال لما تشاركوا مع عمو يزيد عبر موقع الانترنت لازم عليكم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وبزاف الأطفال حابين يجوا يحضروا في الحصة وعمو يزيد ماذا به يستضيفكم كامل إذن شوية صبر وراح نتصلوا بكم باش جوا تحضروا معنا يا أطفال في كل بداية حصة نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا كاين في هذه الفترة يوم 28 يناير جانفي كاين اليوم العالمي لحماية المعلومات على بالكم يا أطفال لما تروحوا لأي إدارة ولا تروح عندك تعطيهم معلوماتك تعطيهم معلوماتك مثلا اسم الأب اسم الأم تاريخ الميلاد هذوك المعلومات كاين اتفاقية عالمية باش هذوك المعلومات تاعك محميين يعني ما يقدروش يمدوهم لأي شخص مثلا واحد يروح الإدارة يقول لهم عطولي المعلومات تاع فلان ولا وقتاش زايد الاسم تاع يماه تاريخ الميلاد تاع يماه ولا ما عندهمش حق انه يعطوا له المعلومات لانه المعلومات نتاعك محميه اذا الامم المتحده داروا هذا اليوم هذا لحمايه المعلومات تاع الاشخاص يا اخي وكالمعتاد في بدايه الحصه راح نقول لكم لغز تحبوا الالغاز شاطرين انتوما اذا ما هو الشيء الذي اصله من الماء ويهلكه الماء ما هو الشيء الذي أصله من الماء ويهلكه الماء يا أخي إذن أبل بلي شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم وزملائنا والأصدقاء الأطفال اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا معنا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة هذه والشاطر يعطينا الحل أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال فكروا في هذا اللغز الجميل لغاية نهاية الحصة وراح يندر كان تعرفوا عن شخصية تاريخية اللي هي باجي مختار راح تعرفنا عليه إيناس تصفيق على إيناس مساء الخير يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد باجي مختار ولد باجي مختار في مدينة عنابة في 17 أبريل 1919 من عائلة متعلمة وكان أبوه موظفا في محكمة سوق هراس زاول تعليمه الابتدائي والمتوسط في نفس المدينة لكنه اضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة نتيجة تعسف وعنصرية أساتذته الفرنسيين عام 1936 بعد ذلك التحق بالكشافة الإسلامية أين تعلم مبادئ النضال المنظم وترعرع على حب الوطن في 1944 أنشأ باجي مختار برفقة مجموعة من الوطنيين أولى خلايا شباب تابعة لحزب الشعب الجزائري في مدينة سوق هراس وصل باجي مختار نشاطه السياسي ضمن صفوف حركة الأحباب البيان والحرية ثم انضم إلى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بعد تأسيسها عام 1946 بعدها عين مسؤولاً عن خلية المنظمة الخاصة بسوق هراس في 1947 حتى إلقاء القبض عليه في 1 أفريل 1950 وحكم عليه بثلاث سنوات سجن
أين التقى بزعماء المنظمة الخاصة المعتقلين منه أحمد بن بلة وأحمد محساس، كما شارك في اجتماع 22 في الجزائر في جوان 1954 خلال مرحلة التحضير للثورة. أشرف باجي مختار كقائد لقطاع سوق هراس على تدريب المناضلين وتوفير المخابئ والمؤونة والسلاح والذخيرة. قاد باجي مختار العمليات المسلحة أولى ضد المصالح الاستعمارية في ليلة 1 نوفمبر 1954. سقط في المعركة بعد حصاره من قبل قوات الاستعمار الفرنسي في غابة بني صالح بقالمة في 19 نوفمبر 1955. شكرا 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 إيناس، شكرا 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 إيناس. إذن يا أطفال، بما أننا كنا نتكلموا على حماية المعلومات وكامل، عمو يزيد لكم أغنية. هذه الأغنية تتغنى بالأمانة، يلا تغنوا كامل معايا. أنا طفل أمين أصون الأمانة، يلا تغنوا كامل معايا. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي يدين عندي تبقى مصانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. الأمانة أصونها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. الأمانة أصونها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. الحق لا أضيعه والسر لا أبيعه، كل من أمنني كلا لن أخونه. الحق لا أضيعه والسر لا أبيعه، كل من أمنني كلا لن أخونه. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. دعانا رب العالمين وكذا نبي أمين للصدق والأمانة لمن له خلق ودين. دعانا رب العالمين وكذا نبي أمين للصدق والأمانة لمن له خلق ودين. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. برافو برافو برافو. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، إذن لازم حفظ الأمانة يا أخي. واش رايكم دركا نروحوا لالعاب الخفه؟ اذا تحيه لعمو امين اللي جانا من الصيف. تحيه، تفضل عمو امين تفضل.
برافو 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 أم أمين، برافو برافو. يا أطفال، عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية، وهذه الحكاية تتكلم عن التاجر الأمين. يلا معايا. يا أطفال، عمو يزيد كما وعدكم راح يحكي لكم حكاية التاجر الأمين. واحد النهار، واحد التاجر كان لازم عليه الحال أنه يسافر، وقاعد يخمم، رايح هو والزوجة نتاعو رايحين في سفر طويل، قاعد يخمم وين يخلي النقود نتاعو وين يخلي الحلي الذهب تاع مرتو. قاعد يخمم قاعد يخمم، قال أنا نروح عند تاجر زميلي صديقي اللي في السوق، نخليهم له ونقول له نأتمنوا عليهم، نقول له خليهم عندك أمانة حتى نعود نرجع. راح لعنده قال له يا صديقي، قال له حبيت نخلي عندك أمانة، قال له ما كانش مشكل صديقي، أنا صديقك خليها ما كانش مشكل. قال له واش هي هذه الأمانة؟ قال له 10,000 ورقة تاع النقود والحلي تاع الزوجة نتاعي تاع مرتي الذهب نتاعها، خلاهم له. قال له شحال يدوم السفر تاعك؟ قال له يدوم سنة. بكري على بالك كانوا ما كانش طنوبيلات والطيارة وكامل، كانوا كي يسافروا يقعدوا بالأشهر بالسنوات. راح هذاك التاجر مسكين مع مرته سافروا سافروا، وهذاك اللي خلاله الدراهم فات وقت فات وقت، ومن بعد صرا له مشكل، أفلس يعني خسر كاع دراهمه، وما صابش باش يشيل البضاعة، كان حاصل حصل هكذا حصل 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 مع الزوجة تاعو. قالت له علاش ما تستعملش هذوك الأمانة اللي راهي عندك ومن بعد تشوف؟ قال لها بصح أمانة. قالت له لا لا معليش مازال ما يرجعش مولاها، تقدر تستعملها. كما كان الحال راح خدا هذوك النقود والحلي، راح شرى بهم بضاعة وبدا يتاجر يتاجر يتاجر، عاود رفد روحه كما يقولوا، دخلوه النقود وكامل. من بعد مرور سنة جاء عنده هذاك السيد، قال له أنا رجعت من السفر، قال له جيتك على الأمانة ديالي. قال له واش من أمانة؟ قال له الأمانة اللي خليتها عندك. قال له ما خليت عندي والو أنايا. قال له يا سبحان الله، خليت عندك أمانة، كيفاش ما خليت والو؟ قال له ما خليت والو. قال له عندك شهود؟ قال له ما عنديش. عندك إيصال؟ عندك الروسي اللي عطيته لك أنا باللي الأمانة تاعك هي عندي؟ قال له لا لا. قال له إذا ما عندك حتى حاجة عندي. راح هذاك التاجر مسكين يبكي يبكي يبكي، وراح عند أصدقائه التجار الآخرين، قال لهم شوفوا واش صرا لي. وقالوا انت احمق انت، يا ما تديش معك شهود كي تعطي امانه لواحد ولا ما ديرش عقد ايصال هكذا. قالوا ما فكرتش هذاك الانسان عن بالي امين وراح يؤتمن على الامانه وكامل. ومن بعد هذاك صديقه قالوا استنى، قالوا دوك ندير حاجه، قالوا اليوم نعرضوه للعشاء في دار يروحوا كامل، ونجيبوا الناس كبار ونقابلوه. اذا قعدوا هكذا تعشوا كامل، ومن بعد دار له. قال له هذا الانسان عطاك امانه؟ قال له لا لا ما عطانيش. ومن بعد بدا يفهمه بدا يفهمه، قال له اللي ما لا يؤدي الامانه يروح للنار مباشره، واللي ما يحفظش الامانه هذا الشيء ماهوش من خصال ديننا الحنيف. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالامانه، وقال له مثواه جهنم وكذا. خاف خاف ذاك الرجل. قال لهم صح صح. قال لهم دركان يتكاكيت، قال لهم اسمحوا لي، قال لهم دركان قرب لي هاد السيد صح، خلى عندي امانه ودوك نرجعها له وكامل. قالوا ترجعها له؟ قال لهم نرجعها له خلاص. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه ان حفظ الامانه ترضي المولى. برافو 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 بوبي. بوبي دائما يجيب لنا حكم جميله. اذا يا اطفال، الامانه مهم جدا، حفظ الامانه. يا اخي يا اطفال يا الله، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي يا أطفال؟ أرواحي بنتي تعالي تعالي اقعدي. واسمك؟ عليا. وين تسكني عليا؟ بولاية تيبازا بلدية حجات. حجوت، الله يبارك بنتي، مرحبا بك، تحياتنا لكاع ناس حجوت يا أخي. نعم. هاي أعطينا النكتة تاعك بنتي. كانت حا واحد الخطره قاعد معاه يما، شاف يما زحفانه، قالها ماما مالك زحفانه؟ قالت له حنجيب رضيع. قالها ماما واش تسميه؟ قالت له نسميها اسيا. عندما ذهب الى المدرسه سالتهم المعلمه
أين تقع قارة آسيا؟ جاوب تحاو وقال تقع قارة آسيا في بطن أمي. برافو برافو عليا. تفضلي بنتي، شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ روحي بنتي تعالي تعالي، تفضلي بنتي. واسمك؟ فدوى. فدوى، وين تسكني فدوى؟ في ولاية تيبازة. مدينة؟ حجوت. حجوت تاني، خير ناس. مرحبا بك بنتي، احكي لنا النكتة تاعك. كان كي قالت واحد لما لوليدها، قلت لها احشي لي 20 زيتونة. راح شيلها، كي راح شيلها طاحت له زيتونة. كي حسبتهم يما قلت له بلش عشيت، قال لها شيت لك 20 حبة زيتونة. كي حسبتهم قلت له 19. ومن بعدك كي راح هناك قال لها زيتونتي كبرتي وتزوجتي. برافو برافو. شو اللي عنده نكتة تجي يحكيها لنا؟ روحي بنتي تعالي تعالي، اقعدي. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ في هراوة. في هراوة، شفناك من قبيلة ملاك. يلا بنتي احكي لنا نكتة. واحد المرة، واحد المرة كانت تقول لبنتها ايه؟ جدتك باش تلا شوية ماكلة لخط شاي مريضة. ايه؟ قالت لها ماما اني عيانة، وقت كان وقت نوحد جداتي. قالت لها بنتي روحي، ما عاد هذيك الطفلة ما خدتش راي بنتها. بعد كي خرجت واحد المرة، كي خرجت طاحت، ما كي بدات تبكي راح تعدي ما قالت لها تستاهلي، لخط هذيك المرة ما حبيتش تروحي عند جداتك. داكور اوكي بنتي، التحقي بمكانك بنتي. اروحي بنتي انت، تعالي 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 تعالي، اقعدي. واسمك بنتي؟ ميلينا. وين تسكني؟ في القبة. في القبة، احكي لنا النكتة تاعك. واحد الولد تبحر، ما صابش ماما دارو، قاعد يحوت حتى جا واحد البوليسي قال له واسم، حتى وصلوا لدارو. اوكي، جا واحد البوليسي وصلوا لدارو. برافو 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 برافو. التحقي بنتي بأماكن. ما هو الشيء الذي أصله من الماء ويهلكه الماء؟ شكون اللي قلنا؟ واسمك بنتي؟ وش هو شيماء؟ الثلج. الثلج؟ الثلج والجليد. الثلج والجليد، وش هو؟ الثلج؟ ايه الثلج، اوكي. شو اللي عنده الجواب؟ أصله من الماء ويهلكه الماء. الثلج. الثلج، الماء، الملح. الملح، إذن هو الجواب الثلج والملح، كلاهما أجوبة صحيحة. شو اللي قتلي الثلج؟ تعالي بنتي تعالي 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 تعالي, تعالي بنتي روحي. إذن أعطيني الهدية تاعها. برافو فوالا بنتي، تفضلي الهدية تاعك. إذا الهدية تاعك تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تقيكي من أشعة الشمس الضارة، وسيدي فيه 22 أغنية لعمو يزيد. العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي. أوه وشن تحبوا الأرانب؟ أو صديقنا يا أطفال، اليوم لحقنا الركن عيد الميلاد. إذا عندنا عيد ميلاد ياسمين، تعالي ياسمين التحقي بيا بنتي، التحقي أرواحي، وإحنا نغنوا لياسمين عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع ياسمين. يلا التحقوا بيا، تعالوا 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 تعالوا. برافو أوكي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لمية سنة وتعيش.
تتسانى وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذن 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا ياسمين طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذن ياسمين بما أنك كنت من الأطفال اللي رسلونا وبعتونا 5 قسيمات تاع علب حليب رامي، إذن رامي ممول الحصة يهدي لك هدية عيد ميلادك كما وعدناك، هي تتمثل في طابلات كيدز ان شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. وعمو يزيد يهديك شهاده، شهاده تتمثل في شهاده لانجاح تصوير حصه عمو يزيد في ظرف جميل هكذا. وانتم كامل يا اطفال راح يكون عندكم هكذا شهاده للمشاركه في حصه عمو يزيد تكون تستناكم كي تخرجوا منا. يا اخي يا اطفال، إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، انتظرونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.